ايه يا ابني في ايه؟ طورت مني البحر؟ تذبحها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينه في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش انا هسيب السلاح اهو عشان تطمن. حاجه يا ابني، سيب السكينه اللي في ايدك دي، ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا اتنين؟ ولا زياده؟ ايوه هي زياده. يلا 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 يلا. اثبت، خليك مكانك، قوم قوم اخويا، يا قوم تعالى خفيف. ولا اي حاجه. وطي ياض، حب على رجل سيدك افندينا ياض. انت ايه؟ ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحة يا زوز، مش وش يا مطي. ده مهما كان يتعدى اسير حرب، يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون افندينا؟ ناخد رأي الرجالة عشان راجل ديمقراطي. ايه الديمقراطية يا رجالة؟ اللي تقول عليه يا افندينا. شفت؟ لازم اخد راي رجالتي، مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انصاص الليالي على بيت افندينا. المره اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مطي. اه
ايه رايكم يا رجاله؟ القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الليل. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه مش عاوز تقولي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضية دي كلها ودي فيها اعدام. ايه؟ مش عاوز تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من ايه؟ هتبصلي؟ خايف من ايه؟ في ايه تخاف منه اكتر من الاعدام؟ اطرد! رد عليا يا رجالي. تمام يا باشا. خير؟ في واحد يا فندم عايز يقابل سيادتك ضروري. شحتة مشاعل، صحفي في جريدة الشعلة، ومحتاج أعرف من حضرتك أسرار العملية، واسم الباشا هيكون في المانشيت. آسر منصور يواجه المجهول من أجل الوطن. هات الكاميرا دي. أغير المنشط؟ هات الكاميرا دي بتاعت الجريدة. هات. أنت دخلت هنا إزاي؟ ما أعرفش. والنبي ما أنا سايقه والله بحبه. والنبي ما أنا سايقه والله بحبه. طب هو صحيح. الله ده باينه بجد. ايه ده باينه صحيح. الله يلا وين الشعب ادينا. يا رمانه انت مستخبيه مني ولا ايه؟ لا ابدا يا باشا انا موجوده اهو. انت عارفه مبدئي اللعب على المكشوف. انت مش لابسه كتير قوي يعني عشان تاخدي الوقت ده كله. اطلعي بقى عشان ما ازهقش. حاضر يا باشا أمرك. تعالي هنا مفيش حد غريب.